ترم جداية مستفيدة من الفورماسيون اللي صارت في الكتار اللي اسمها Open to Watch. الفورماسيون هذه علمتني برشا حاجات، استفدت منها حاجات جديدة. السلامة، أيمن طاهر. لقيت تكوين في الفورماسيون هذه Open to Watch مع سي خالد عمامي ديزوت فورماتور. بون الدورة كانت بلوز اومون باهية، تعلمنا حاجات جدد. كاتب عام جمعية البيئة المجتمعية المستدامة بالكتار وعضو مؤسسة اتحاد صحاب شهادات المعطلين على العمل، المكتب المحلي والمكتب الجهوي بقفصة. اليوم دخلنا في شراكة مع جمعية الثقافة الرقمية أكون في مشروع Open to Watch. صراحة معناتها انطلاق الورشتين الاتصال والتواصل والإعلامية والإنترنت كان مفيد جدا، تعرفنا على حاجات جديدة، تعرفنا على تقنيات جديدة. السلامة، Open to Watch حل خلينا نشوف، هو مشروع نشوف فيه معناها هام وضروري للمرحلة الجاية. أنا شاركت في الفورماسيون وقبل ما نشارك ما كانتش عندي معناها نظرة معناها واضحة على الكونتينيو تاع المشروع. تلقينا دورتين توا تكوينتين في زوز مواضيع، الأول في الموديول، الأول في الكوميونيكاسيون. في البروجي Open to Watch جيت هنا عملت مع الجروب 4 أيام، جروب تركلا أكتيف وعندهم دي كاباسيتي، جيت كانوا محتاجين شوية فرصة. نحب اليوم نشكر الجروب الكل ونقولهم يعطيكم الصحة وبون كونتينياسيون، وراهم ينجموا يعملوا برشا حاجات زيدتهم محتاجين شوية فرصة. السلام عليكم، في الاستقبال في مدينة الكتار ككل. ترحبنا في 4 أيام هذوما في الكتار، الناس اللي عرفناهم الكل باهيين ويعطيهم صحة، وكرو ميرسي لعماد وفراس اللي كانوا متولين بكل شيء ويعطيهم الصحة وحاولوا أن نحن تكون الإقامة متاعنا مريحة والقعدة متاعنا مريحة، يعطيهم الصحة وإن شاء الله في ملتقيات أخرى. مجموعة الكتار مجموعة جيدة جدا، موتيفي، تحب تتعلم كيفاش تاخذ المعلومة، كيفاش تستعملها، كيفاش يحاولوا يغيروا من الواقع، كيفاش ياخذوا مكانتهم كمواطنين. مواطنين اللي هو من أهداف مشروع Open to Watch، إن المواطنين يستحملوا على المعلومة يستعملوها، وخاصة في حقوقهم كيفاش يشاركوا في الحكمة، كيفاش يكون حق للمواطن حق في أنه هو ياخذ المعلومة ويعطي معلومة يبارتاجي معلومة. هذه مشروع Open to Watch. مجموعة الكتار في الموديول الأول متاع الفورماسيون والموديول الثاني يتحسن، يتعاملوا في حاجات جديدة، يحاولوا ياخذوا أكثر ما يمكن من الفورماسيون.